الأخ طرح سؤالاً عن الأسلحة النووية بعد التقدم العلمي. الأسلحة النووية تسبب دماراً شاملاً. العديد من الدول اجتمعوا لإيقاف التسليح النووي ولكن لم يخرجوا بنتيجة. هو يريد أن يعرف أين ذكر في القرآن أو الحديث بخصوص عدم استخدام الأسلحة النووية. النقطة الأولى هي أن هذه الدول العظمى تجتمع وتفرض على الدول الأخرى عدم امتلاك أسلحة نووية، في حين أن الدول العظمى تصنع الأسلحة النووية لنفسها وتفرض على الجميع عدم امتلاكها. أول ما يجب أن يفعلوه هو أن يدمروا الأسلحة النووية التي يمتلكوها، بعد ذلك يطلبوا من الآخرين عدم امتلاكها. هذا نفاق. القوى العظمى أمريكا والدول الأخرى يمتلكون الأسلحة النووية، يصنعون الأسلحة النووية ويطلبون من الآخرين عدم امتلاكها، عدم تصنيعها. هذه ازدواجية. إن كانوا حقا يريدون ألا تمتلك أي دولة سلاح نووي، يجب عليهم أولا أن يدمروا أسلحتهم. كل الدول التي تملك قنابل نووية يجب أن تدمرها، ثم تجتمع وتقول أنه يجب نزع السلاح النووي. يريدون أن يبقوا على أسلحتهم ويفرضوا على الآخرين عدم التصنيع كي يتمكنوا من تدميرهم. هذه ازدواجية واضحة في المعايير. أسوأ وأضخم هجمة إرهابية في تاريخ البشرية حدثت في اليابان في هيروشيما في 6 أغسطس 1946، عندما تضرر أكثر من 350,000 شخص. مات الألاف من البشر، ماتوا في دقائق معدودة. هذه أسوأ هجمة في تاريخ البشرية، أسميها أضخم هجمة إرهابية. من قام بها؟ الولايات المتحدة الأمريكية. قامت بها أمريكا التي تتحدث عن السلام. هم لا يشنون حربا من أجل السلام، هم يشنون حربا على السلام. أما فيما يخص سؤالك، السؤال الأساسي الذي لم أجيبه فيما يتعلق بسؤالك عما يقوله القرآن حول الأسلحة النووية، القرآن يقول أن الحديد استخدم لصناعة أسلحة الحروب. مذكور في القرآن في سورة الحديد السورة 57 أن معدن الحديد يستخدم لصناعة أسلحة الحروب، وهذا يمكن استخدامه للخير والشر، يمكن استخدامه لأهداف جيدة أو سيئة. أهداف جيدة كالحفاظ على السلام، وأهداف سيئة كقتل الآخرين. وكقانون عام استنادا إلى القرآن في سورة المائدة السورة 5 الآية 32، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. القرآن يدعو إلى ترك الأسلحة النووية وأي سلاح يستخدم لقتل الأبرياء كالسكين والمسدس وأي سلاح آخر. قتل الأبرياء سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين كقتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أخي، هل قرأت عن الإسلام؟ هل قرأت عن الإسلام أخي؟ هل قرأت عن الإسلام؟ يقول أنه قرأ كثيرا عن القرآن ومن القرآن. لا، قرأت فقط جزء من القرآن. أخي، هل تؤمن بوجود الله؟ أعتقد أنه يجب أن يكون هناك إله. إله واحد؟ نعم، إله واحد أو ربما عدة آلهة. إن كان هناك عدة آلهة، القرآن يقول في سورة الأنبياء السورة 21 الآية 22، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هل يمكن أن يكون هناك 10 رؤساء وزراء يديرون اليابان؟ أخبره، هل يمكن أن يكون هناك 10 رؤساء وزراء يديرون اليابان؟ يقول أن في الميثولوجيا الإغريقية هناك العديد من الآلهة. نعم، في الميثولوجيا الإغريقية والديانة الشنتوية، لكني أسأل عن معتقده هو. لا أريده أن يذهب للطرق الخاطئة، لكني أريده أن يأتي للطريق الصحيح. هو يعتقد أنه من الجيد أن يكون هناك إله واحد. قل له أيهما منطقي أكثر، إله واحد عظيم أم عدة آلهة يصارعون بعضهم البعض؟
يقول أنه يعتقد أنه من الأفضل أن يكون هناك إله واحد، لكنه يقول أيضا أن تعاليم الإسلام لا تضمن المنهجية العلمية الحديثة، لذلك يعتقد أنه يجب أن يكون هناك كتاب جديد بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قل له ما الذي ينقص هذا الكتاب؟ إن كان في هذا الكتاب كل شيء ويتضمن حلول البشرية، فلماذا تريد واحدا جديدا؟ الكتاب الجديد مطلوب فقط إن كان هذا الكتاب لا يفي بالغرض. أعتقد أن ليس هناك ذكر للأسلحة النووية لا في القرآن ولا في الحديث. القرآن ذكر كل الأسلحة بشكل عام، أعطيته مثالا من سورة الحديد يتحدث عن الأسلحة عموما. عندما أقول الأسلحة عموما فأنا أشملها جميعا، بعد الأسلحة النووية ستكون هناك أسلحة جديدة وهي مشمولة أيضا، فلا أحتاج أن أقول سقيم، بندقية، مدفع رشاش إلى آخره، الكتاب سيكون ضخما جدا. السلاح يشمل جميع هذه الأسلحة، وهذه هي الحكمة. القرآن كلام حكيم، ليس مثلي ومثلك، نكتب كل شيء بالتفصيل. القرآن كلام حكيم، وإلا كتابة كل شيء سيحتاج لكتاب ضخم جدا، قنبلة ذرية، قنبلة هيدروجينية، قنبلة نووية، سيكون كتابا كبيرا، لن يكون لديه الوقت ليقرأ ولا أنا كذلك. هذه طريقة مختصرة ورسائل مجملة. القرآن للأذكياء ولمن يعقل، فالقرآن يقول أنه لمن يعقلون. القرآن قال ومن قتل نفسا، ولم يقل من قتل صيني أو ياباني أو سنغافوري أو ماليزي أو أندونيسي أو هندي أو باكستاني أو أمريكي، سيكون كتابا ضخما، لكن قتل أي نفس هو فعل خاطئ. هو رسائل مختصرة، أي إنسان قتل أي إنسان بريء محرم. كأنك تسأل أين مذكور أن قتل اليابانيين خاطئ، هذا يحتاج كتابا كبيرا جدا، لكن أسلوبه أي القرآن مختصر وسريع جدا. أما من لا يفهمونه يجب عليهم الرجوع لمن يفهمه ليوضحه لهم. شكرا لك وأدعو الله أن يهديك. اسمي ناكاشو وأنا طالب جامعي. سؤالي هو لماذا يجب على البشر أن يخوضوا الاختبار للدار الآخرة، ولماذا الدار الآخرة موجودة من الأساس؟ فأنت قلت بأن هذه الحياة الدنيا هي اختبار للدار الآخرة، لكن لماذا هناك اختبار للدار الآخرة من الأساس؟ الأخ يسألني عن قولي أن الحياة الدنيا هي اختبار للدار الآخرة، فلماذا هناك دار آخرة من الأساس؟ عادة عندما نخوض امتحان فإن هناك مكافأة بعد هذا الامتحان، أليس كذلك؟ إذا نجحت ستنال المكافأة، أما إن فشلت فلن تنالها. بنفس الطريقة الحياة الدنيا هي امتحان للدار الآخرة، كما هو مذكور في سورة الملك السورة 67 الآية الثانية، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إن أطعت الله ستكافأ بدخول الجنة، إذا عصيت الله وفشلت في الامتحان ستعاقب بالدخول للنار. وهذه هي نفس فكرة معظم الأديان، إن نجحت تدخل الجنة وإن فشلت تدخل النار. أتمنى أن يجيب ذلك على سؤالك. عذرا، ولكن سؤالي هو لماذا خلق الله الجنة؟ ما شاء الله تتحدث الإنجليزية، لما لا تسأل بالإنجليزية مباشرة؟ ذلك أفضل. لماذا لا تسأل بالإنجليزية مباشرة؟ ذلك أفضل. تحدث بالإنجليزية مباشرة. حسنا، لماذا خلق الله الجنة؟
لتكون مكافأة. لماذا الجنة موجودة؟ الله خلق الجنة والنار، إن أطعت أوامره سيكافئك. على سبيل المثال، إذا ساعدك طفلك فإنك ستكافئه بالشوكولاتة والمكافآت، فالجنة هي مكافأة للبشر الذين يطيعون أوامر الله، وجهنم هي عقاب البشر العاصين لأوامر الله. لذلك هناك جنة ونار. إن اتبعت أوامره وأطعته ستذهب لجنة الفردوس، وفي الفردوس تلقى كل ما تتمنى. في الدنيا يجب أن تجاهد لتحصل على ما تريد، أما في الجنة فكل شيء موجود بلا عناء إلى الأبد. أتمنى أن يجيب ذلك على سؤالك. هل تريد أن تذهب للجنة؟ لا بالتأكيد. شكرا جزيلا. أخي، هل تريد أن تذهب إلى الجنة؟ الجنة. الجنة أم النار؟ الجنة. هل تؤمن بإله واحد؟ نعم بالتأكيد. هل تؤمن بإله واحد؟ نعم. هل تؤمن بإله واحد؟ هل تؤمن بإله واحد؟ نعم، إله واحد وهو أنت الله. أنت تؤمن بذلك؟ هل تؤمن أن محمدا رسول الله؟ هل تؤمن أن النبي محمد رسول الله؟ نعم بالتأكيد. تؤمن بذلك؟ نعم. هناك شيئان مطلوبان من أي شخص لكي يصبح مسلما. أولا، الإيمان بإله واحد وهو الله الخالق. ثانيا، الإيمان أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. إن آمنت بهذين الشيئين تصبح مسلما وتدخل مدرسة الإسلام. هناك أمران أساسيان، أما الأمور الأخرى فيمكن تعلمها فيما بعد. إن كنت تؤمن بهذين الشيئين يمكنك الدخول في الإسلام. فيما بعد يمكنك مواصلة التعلم. ندعو الله إن شاء الله أن تدخل الجنة. هل تريد أن تصبح مسلما؟ هل تريد أن تصبح مسلما؟ نعم، ولكن هل تريد أن تقول ما قلناه للتو بالعربية، أن هناك إله واحد وأن محمد رسول الله؟ هل تود قولها بالعربية؟ هل فهمت ما قلته بالإنجليزية الآن؟ اسأليه باليابانية، هل يؤمن بإله واحد؟ لحظة أختي، عذرا، أنا قلت 3 كلمات وأنت تترجمين 15 كلمة، هذا غير ممكن. لا تضيفي كلمات، فقط اسأليه هل يؤمن بإله واحد؟ فقط ذلك، فقط لا تضيفي شيء، ستفسدين كل شيء. اسأليه هل تؤمن بإله واحد؟ هل تؤمن بإله واحد وهو الله؟ نعم. هل تؤمن أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله؟ نعم. الآن هل تود قولها بالعربية؟ بالعربية. نعم. أشهد الله إله إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن الله محمدًا محمدًا عبده عبده ورسوله. I bear witness witness that there is no God but Allah and Prophet Muhammad is the messenger and servant of Allah. ما شاء الله، أصبحت مسلما أخي. أطلب من المنظمين أن يعطوا الأخ نسخة من القرآن مترجمة لليابانية، وأدعو الله أن يهديه ويدخله الجنة، ولعلنا نلتقي فيها إن شاء الله.
وأطلب من المنظمين أن يأخذوا اسمه ورقم هاتفه ليتمكنوا من التواصل معه. إن كان لديك أي سؤال يمكنك التوجه إلى أي منظمة إسلامية هنا أو ترسل بريدا إلكتروني، وعلى الرحب والسعة، وأدعو الله أن يهديك ويدخلك الجنة إن شاء الله. عفوا، يريد أن يصافحك. اسمي سيكي وأعمل في متجر هالاندو. أنا لست مسلما، أنا أؤمن بإله واحد وأؤمن أن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل. سؤالي هو ما أهمية إعلان الشهادة كإشهار للإسلام، لأن هناك في العالم العديد من المسلمين الذين نطقوا بالشهادة، بعضهم جيدين ولكن في نفس الوقت بعضهم سيئين جدا. في نفس الوقت هناك العديد من اليابانيين الذين لم ينطقوا بالشهادة ولكنهم جيدين جدا، فما أهمية النطق بالشهادة؟ الأخ سأل سؤالا جيدا جدا، وهو ما أهمية النطق بالشهادة. النقطة الأولى هي أنك إن آمنت بإله واحد وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول فأنت بالفعل مسلم، أنت بالفعل مسلم، ومن غير الضروري أن تقولها في العلن. هذا الأمر بينك وبين الله. لكن انتظر، أنا أفضل أن تخبر الآخرين ليسهل عليك الالتزام. إن حان وقت الصلاة، إن لم يعلم أحد، فربما تقول يمكنني أن أفوت الصلاة اليوم، لا مشكلة في ذلك. إن أعلنت إسلامك فهذا أفضل لأنه يسهل عليك الالتزام. أما إن كنت تشعر أن حياتك في خطر إن أشهرت إسلامك فلا تفعل، لكن إن لم تكن حياتك في خطر الأفضل أن تعلن إسلامك لأنه سيسهل عليك الالتزام. فإن كانوا يعلمون بإسلامك فسينصحونك بالذهاب للصلاة، إن لم يكونوا يعلموا فلن يفعلوا ذلك. إن أعلنت إسلامك سيحيونك بالسلام عليكم، أما إن أخفيت فكيف سيعرفون؟ إذن إشهار الإسلام أفضل حتى يسهل عليك الالتزام وحتى يساعدك الآخرون وتساعدهم. إن لم تخبر أحد، فلنفترض أنه موعد الصلاة، إن لم أعلم أنك مسلم فكيف سأناديك؟ عندما تصلي صلاة الجماعة فإنك تحصل على 27 درجة أفضل من صلاتك بمفردك، هل تعلم ذلك؟ أما السؤال الثاني، الأخ سألني حول أن بعض اليابانيين ينطقون الشهادة لكن بعضهم يلتزم والبعض الآخر لا يفعل ذلك. أتفق معك كليا. الآن لنفترض أنه حضر 10 يابانيين وطلبت منهم أن ينطقوا الشهادة. إن لم ينطقوا بالشهادة فاحتمال دخولهم النار هو 100%. إن نطقوا بالشهادة فهناك احتمالية 50% أن يبقوا على الإسلام و 50% أن يعودوا. على الأقل هناك فرصة بنسبة 50% لدخولهم الجنة. أنا أقدم لكم معروفا، الناس يسألونني لماذا تجبرهم؟ أنا لا أجبرهم، أنا أطلب منهم ذلك. أنا أطلب فقط. لماذا أطلب منهم ذلك؟ لأنني أحبكم، أريدكم أن تذهبوا للجنة. إن لم أفعل سيحاسبني الله على ذلك يوم القيامة. ما أقوله هو أن فرصتك ستكون 50%، وحتى إن كانت 25% فلا مشكلة، أفضل من نسبة 0%. فإن لم أدعوك فستواصل عدم الإيمان بالله وعدم الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لن تلتزم. عندما تنطق بالشهادة فستتعلم شيئا جديد. كل يوم أعلنت إسلامي، لذا قد يأتي مسلم ويقول لي لما لا تصلي، وبعد أن أصلي يسألني لما لا تزكي، لما لا تساعد الآخرين. أتفق معك، بعد نطق الشهادة هناك احتمالية 50% أن يعودوا، لا مشكلة. على الأقل هناك فرصة 50% أن يبقوا، هناك فرصة 50% أن تنجو من نار جهنم. ففي يوم القيامة ستشكرني إن نطقت الشهادة.
فهذا هو السبب. إن أعلنت إيمانك بالله وبرسوله ستزيد فرصتك في المتابعة. إن لم تعلن ففرصتك هي 5%، أما إن أعلنت ففرصتك هي 50% أو حتى 90%. وأنا أحبك أخي وأريد أن نكون معا في الجنة إن شاء الله. لكن لدي التباس حول أن النطق بالشهادة يعطيني تذكرة لدخول الجنة. ليست تذكرة أو هي تذكرة للجنة، ولكن يجب أن تستخدمها بطريقة صحيحة. إن أخذت تذكرة ولم تستعملها لركوب القطار فلن تذهب إلى أي مكان، أتفق معك هي تذكرة، ولكن إن لم تستخدمها لركوب القطار فهي عديمة الفائدة. وحتى إن كان قطارا سريعا كالموجود في اليابان هي تذكرتك للدخول، ولكن يجب عليك استعمال القطار، يجب عليك الصلاة وأن تكون صالحا. أما تذكرة في الجيب فستبقيك في طوكيو فقط. هل تقول بأن هؤلاء الذين يقومون بالأعمال الصالحة ولكنهم لم ينطقوا الشهادة لن يدخلوا الجنة؟ إن كانوا يقومون بالأعمال الصالحة لكنهم لا يؤمنون بإله واحد ولا يؤمنون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم لن يدخلوا الجنة إطلاقا. ربما يكونوا أفضل البشر في العالم. هل سمعت عن الأم تريزا؟ الأم تريزا حصلت على جائزة نوبل، إنسانة جيدة جدا وتساعد الناس وتقوم بالأعمال الخيرية. لكن هناك 4 متطلبات لدخول الجنة مذكورة في سورة العصر، السورة 103 الآيات من 1 إلى 3. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي 4 متطلبات لأي إنسان لدخول الجنة. أولا الإيمان بالله ورسوله وكل الأمور الأخرى. ثانيا الأعمال الصالحة. إن كنت تؤمن بالله ورسوله ولكنك مستمر في السرقة والكذب وإيذاء الناس فلن تدخل الجنة أبدا. ثالثا التواصي بالحق. أنت تقوم بالأعمال الصالحة لكنك لا تدعو إليها الآخرين، هذا فعل خاطئ. رابعا التواصي بالصبر. يجب على أي إنسان أن يحقق على الأقل هذه 4 متطلبات لدخول الجنة. أما أن يقول الإنسان أني مسلم أؤمن بالله ورسوله فقط فهذا غير كاف. جميع المتطلبات 4 مطلوبة. マザーテレサのような非常にチャリティーに多く励まれた素晴らしい人がおられましたけども、コランの第103章にあるように思考の唯一の神様が言っておられますが、時にかけて誠に人間は喪失の中にある。ただただ信じて良い行いをし、お互いに真理を進め合い、お互いに信仰を進め合う者たち以外はと言われているように、信仰、良い善行、 على سبيل المثال هناك 6 مواد أساسية للنجاح في الصف العاشر. 6 مواد: الإنجليزية والتاريخ والجغرافيا والعلوم، 6 مواد. أنا نجحت في 5 منها، لكنني حصلت على 10 من 100 في الرياضيات ورسبت. هل سأنجح في الصف العاشر؟ كلا، لن تنجح. صحيح، هذا هو السبب في أن جميع المتطلبات 4 مهمة جدا. العمل الصالح وحده غير كاف، الإيمان وحده هو أحد المتطلبات، يعني يأتي بعده العمل الصالح والتواصي بالحق. إذن الشهادة وحدها غير كافية، لكن إن نطقت الشهادة ستزيد فرصتك. إن لم تنطق الشهادة فلا فرص لديك. هل توافق على هذا الكلام؟ هل توافق أم لا؟ نعم أوافق. أنت توافق. هل النطق بالشهادة جيد أم سيء؟ أعتقد الآن أنه جيد. إن كان جيدا فأنا أحبك وأريد أن تنطق بالشهادة. إن كان نطق الشهادة أمر جيد أخي يجب أن تفعلها إذن. هل تود ترطيدها بالعربية؟ لكن لدي سؤال آخر. سؤال آخر قبل الشهادة، لا مشكلة تفضل. بعد الإجابة على هذا السؤال ستنطق الشهادة؟
إن شاء الله. نعم، أنا أعتقد أنني مسلم بالفعل. نعم أعلم ذلك أخي، لكني أريدك أن تعلن إسلامك. إذن هناك الجيد والسيء في المسلمين الذين ينطقون بالشهادة، أليس كذلك؟ أتفق معه، وهو يجب أن يكون من الجيدين. يقول أيضا أن هناك بين اليابانيين غير المسلمين الكثير من الناس الجيدين. يقول هل المسلمين المغرورين سيئين هؤلاء هل سيدخلون الجنة أيضا؟ لا، إن كانوا مسلمين سيئين ولم يلتزموا بهذه المتطلبات الأربعة لن يدخلوا الجنة إلا إن غفر الله لهم. إن غفر الله لهم سيدخلونها، عدا ذلك لن يدخلوها. الله رحيم، قد يغفر لهم إن كانوا يملكون التذكرة، كما قال الله في سورة النساء السورة الرابعة الآية 48 وسورة النساء الآية 116 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعندما تنطق الشهادة فأنت لا تشرك بالله شيئا، عندها فقط. الشرك هو أعظم ذنب، إن اجتنبته تصبح فرصتك في دخول الجنة عالية جدا، والله تعالى قد يغفر ما دون ذلك. الشهادة تقي من الشرك، وهو أعظم الذنوب على الإطلاق. الذنوب الأخرى قد يغفرها الله تعالى، لكن الشرك، أوقف الذنب الأعظم أولا. الذنب الأعظم لأن الله هو خالقك، يجب أن تحبه وتحترمه. إن أوقفت ذنب الشرك بالله فإن فرص دخولك الجنة عالية جدا. حتى إن قتلت الناس فرص المغفرة هنا تكون أقل. كلما كبر الذنب كلما قلت فرص المغفرة. الذنب الذي لن يغفره الله هو الشرك. ثاني أعظم ذنب بعد الشرك هو قتل الناس. ثاني أعظم ذنب هو القتل، قتل الناس. 100 بعد ذلك ترك الصلاة والزكاة وغيرها، وهم في مرتبة أقل. لكن قتل الأبرياء هو ثاني أعظم ذنب. أخي، أنت لم تقتل أحد، أليس كذلك؟ هل قتلت أحدا أم لا؟ هل قتلت أحدا أم لا؟ لا. حسنا، حتى أنا لم أقتل أحدا. فرصة دخولك الجنة عالية جدا إن نطقت الشهادة بإذن الله. ماذا تعتقد الآن؟ هل من الجيد نطق الشهادة أم لا؟ نعم. هل تؤمن بإله واحد؟ هل تؤمن بإله واحد؟ هل تؤمن بأن محمد رسول الله؟ نعم. هل هناك من يجبرك للدخول في الإسلام؟ نعم. هل هناك من يجبرك للدخول للإسلام؟ لا 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 لا. هل تقول ذلك بمحض إرادتك؟ نعم، بالتأكيد نعم. سأقولها بالعربية ويمكنك الترديد بعدي إن شاء الله. أشهد الله الله إله إله إلا الله إلا الله وأشهد أشهد أن أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله. I bear witness I bear witness 私は証言します. I bear witness I bear witness that that there is that there is there is there is no God. There is no God, no God, but Allah, and Prophet Muhammad, Prophet Muhammad is the messenger, and servant of Allah. ما شاء الله، أصبحت مسلما الآن. أسأل الله أن يجازيك ويهديك خيرا. أسأل الله أن يجازيك وأن يهديك للخير ويدخلك الجنة. إن لم نلتقي في اليابان مرة أخرى سنلتقي في الجنة إن شاء الله. وأخبره لا أريد أن يكون مثل هؤلاء اليابانيين السيئين.
أريده أن يكون مثل اليابانيين الذين نطقوا الشهادة وهم جيدون جدا. إن شاء الله. الأختان هنا لديهما نفس السؤال. لا مشكلة، لا مشكلة أبدا، لا مشكلة. اسمي أيا بابو جورانا وأعمل لدى شركة. لدي سؤال عن سؤالي، هو ما الحكمة من خلق الله للجنس البشري؟ لماذا خلق الله الجنس البشري؟ ماذا يعني لنا؟ حضرت محاضرتك سابقا والتي أجبت فيها أننا جميعا اخترنا أن نكون بشرا، لكن قبل ذلك لما خلق الله البشر قبل أصلا أن نختار أن نكون؟ سؤال جيد جدا. الأخت تسأل ما الحكمة من خلقنا في هذا العالم، ولماذا خلق الله الجنس البشري؟ البشر هم أفضل مخلوقات الله. المخلوقات الأخرى كالملائكة على سبيل المثال تطيع الله دائما في كل ما يأمر به، لا خيار لهم سوى الطاعة المطلقة. نحن البشر أعطانا الله إرادة حرة، يمكننا الطاعة أو العصيان، نحن خلق آخر مختلف. المخلوقات الأخرى تطيع الله طاعة تامة، أما نحن البشر لنا الخيار في الطاعة أو العصيان. الملائكة والجبال تطيع طاعة تامة، لذا فهي لم تختر أن تكون بشرا. البشر لديهم خياران، إن أطاعوا الله بإرادتهم الحرة فسيصبحون أفضل من الملائكة، إن أطعتم الله بإرادتكم ستصبحون أفضل من الملائكة، إن عصيتم الله بإرادتكم تصبحون بمنزلة الشياطين. الله سبحانه وتعالى سأل من يريد أن يصبح بشرا؟ القرآن قال أننا جهلة. إن قال المعلم لن يكون هناك امتحان وسينجح الجميع بدرجة 40 من 100، أما من يتقدمون للامتحان فيمكنهم الحصول على 95% أو 60% أو 10%، أما من لا يتقدمون للامتحان سيحصلون على درجة النجاح فقط 40 من 100. نحن كنا جهلة كما قال القرآن، أردنا الحصول على درجات أعلى. إن كنت ملم بالمادة فإنك لن ترضى بدرجة 40 وستسعى للحصول على 90. نحن كنا جهلة عندما اخترنا. قال الله في سورة الأعراف السورة 7 الآية 172، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ثم محيت هذه الذاكرة. عندما يدرس المعلم تملكين الكتاب، ولكن الكتاب يؤخذ خلال الامتحان، صحيح؟ إن كنت تنقلين إجابات الامتحان من الكتاب فأين الامتحان حينها؟ نحن وافقنا بينما خافت الجبال. نحن الآن بشر، ما الغرض من ذلك؟ الرد جاء في سورة الذاريات السورة 51 الآية 56، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الهدف الأساسي في الحياة هو عبادة الله، والعبادة تعني الطاعة. العبادة لا تعني الصلاة فقط، فالصلاة نوع من أنواع العبادة. إن أطعت أوامر الله فإنك تعبده. الله تعالى قال لا تقتلوا الأبرياء، إن لم تقتل أحد فأنت تعبده. الله تعالى أمرك بأن تحب زوجتك، فإن أحببتها فإنك تعبده. الله تعالى أمرك باحترام والديك، إن احترمتهما فإنك تقوم بعبادة الله. لذلك إن كنا نملك قوانين موحدة كما سألت الأخت سابقا، سنكون جميعا مسالمين، كلنا سنحب آباءنا وزوجاتنا. هذه هي الطريقة الوحيدة ليعم السلام في العالم. شخص آخر قد يقول لماذا تنفق أموالك على والديك؟ سيصبحون مسنين وحينها ضعهم في دار للمسنين. هذه ليست أوامر الخالق بل أوامر الشيطان. لماذا تساعد جيرانك؟ القرآن يأمر بمساعدة الجيران، إن لم تساعد جيرانك فأنت لست مسلم. النبي قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوايقه.
إن كان جاري خائفا مني فأنا لست مسلما حتى لو كان جاري غير مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. فإن نمت بعد تناول عشائي وجاري الذي قد يكون غير مسلم لا يملك عشاء فأنا لست مسلما جيدا. نعم أفهم ذلك، ولكن لماذا البشرية اختيار لنا أن نكون ملائكة أم بشر ونحن اخترنا؟ أعطيتك مثال، المعلم يقول لكل الصف إن لم تدخلوا الامتحان ستنجحون جميعا بدرجة 40%، أما إن تقدمتم للامتحان فقد تحصلون على نسبة 90% أو 95% أو 50% أو حتى 10%. أتفهمين؟ المعلم يعطي خيارا، إن لم تدخلي الامتحان ستحصلين على درجة النجاح فقط 40%، الحد الأدنى للنجاح هو 40%. إن لم تتقدمي للامتحان ستنجحين فقط، أما إن دخلتي فيمكنك الحصول على 90 أو 95 أو 70 أو 40 أو 30 أو 10 أو حتى 0. نحن البشر اخترنا وكنا جهلة كما قال القرآن، كنا جهلة. هل تفهمين؟ نعم أفهم، لكن ذاكرتنا محيت، يوم القيامة سنتذكر. هذه الدنيا اختبار لدار الآخرة أختي، وكما ذكرت سابقا قول الله تعالى في سورة الملك السورة 67: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما الذي يحدث في هذه الحياة؟ الله يهبك البنين، البنون اختبار لنا، الله يعطيك المال ليختبرك هل ستزكي، وإن لم تزكي فأنت لست مؤمنا. كل هذه الأشياء هي اختبار أختها، المال والآباء والزوجة والبنون. إن أطعتي أوامر الله ستنجحين، بل وتصبحين على 90% أو 95% أو ربما 60%، ولكن إن حصلت على أقل من 40% فإن طريقك خاطئ حينها. هل تفهمين؟ أفهم، ولكن لماذا هذا الاختبار موجود؟ لماذا وضعه الله؟ لأنه أعطانا إرادة حرة، هو أعطانا إرادة حرة أختي، وهذا هو الامتحان. لماذا أعد الله هذا الامتحان؟ حسناً، لماذا أعد الله هذا الامتحان؟ لماذا يعد المعلم الامتحان لتلاميذه؟ ليعطيهم شهادة النجاح، أليس كذلك؟ هل تذهبين للكلية؟ عندما تذهبين للكلية لماذا يعطيك المعلم امتحاناً؟ إن أبليت حسناً سيعطيك درجة، هي مستويات، الدرجة الأولى الثانية، صحيح؟ يجب أن تسأل المعلم لماذا تقوم بعمل امتحان لنا، لأنه من خلال الامتحان فقط يمكن تمييز مستواك وكم ستكون درجتك. هل تفهمين؟ هذا امتحان أختي، هذا امتحان، وفي الامتحان ماذا تفعلين؟ تحاولين الالتزام بتعاليم الكتاب، صحيح؟ عندما تدخلين امتحان الرياضيات أو العلوم فإنك تقرأين كتاب العلوم، تدرسين وتطبقين قوانين الاتزان ونيوتن وغيرها بطريقة مماثلة. كتاب الإرشادات لحياتنا هو كتاب واحد فقط، صغير، أليس كذلك؟ من الصف الأول إلى الثاني عشر هناك العديد من الكتب، أما هذا فكتاب واحد فقط، كتاب واحد فقط وقليل من الأحاديث، ما يقارب 12,000 حديث. القرآن والحديث معا يشكلان كتابا وافيا مدى الحياة. إن قرأت هذا وطبقتيه ستنجحين إن شاء الله، ربما 80% أو 90% أو 95%. لكن ماذا يستفيد الرب من هذا الامتحان؟ سؤال جيد جدا، سؤال جديد. ماذا يستفيد الرب؟ سؤال جيد جدا. على سبيل المثال عندما أقول الله أكبر ماذا يستفيد الله؟ قولي الله أكبر لن يجعل الله أكبر، لأنه فعلا كذلك، لن يتأثر سواء مجدته أم لا. القرآن يقول في سورة الأنعام: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. على سبيل المثال فلنفترض أن أمك أصيبت بنوبة قلبية، أنت تعرفين أحد أشهر الأطباء والذي قدم لك النصيحة، ورجل آخر في الشارع قدم لك النصيحة، أي نصيحة ستتبعين من أجل والدتك؟ نصيحة اختصاصي القلب أم رجل العادي؟
طبيب القلب المشهور، لماذا؟ لأنه مشهور، وإذا نصحك ستأخذين بنصيحته. عندما نقول الله أكبر فهذا من أجل طبيعتنا البشرية. عندما يأمرك الله العظيم ستمتثلين لأوامره. عندما نقول الله أكبر فلن ينتفع الله، ولكن نحن من سينتفع، وهذه طبيعتنا ونفسيتنا. عندما نقول الله العظيم فعندما يأمرنا بالصلاة سنمتثل، الله الحكيم يأمرنا بالزكاة سنمتثل لأوامره. عندما أمجد الله فإن الله لا يستفيد، ولكن أنا من يستفيد، والله يفرح لأننا نستفيد، لأنه خلقنا، لأننا خلقه. بالنسبة لله فهي لا تشكل فرقا، لو شتم كل البشر الله والعياذ بالله لن يشكل ذلك أي فرق له، وحتى لو سبحوه كلهم لن يشكل فارقا بالنسبة له. ولكن بما أنك تمجدني فإنك ستمتثل لنصيحتي، وعندما تمتثل لنصيحتي سأكون سعيدا بك. هل يفرح المعلم عندما ينجح طلابه؟ هل يفرح المعلم عندما ينجح تلميذه أم لا؟ المعلم السيء لن يفرح، أما المعلم الجيد سيفرح. الله سبحانه وتعالى يفرح لتسبيحك. بالتأكيد تسبيحك لن يفيده، لكن سيفيدك أنت، لأنك ستطيعين أوامره. إذن الله لا يستفيد؟ لا، لن يستفيد بصورة شخصية. بصورة شخصية التسبيح لن يجعله أكبر ولن يجعله أكثر حكمة. إذا قلت الله الحكيم فإنه لن يصبح أكثر حكمة. ما الذي سيحدث؟ أنت ستستفيدين وهو يفرح لاستفادتك. هل تفهمين؟ الله يفرح لاستفادة خلقه وعباده. إننا خلق الله وهو يفرح لاستفادتنا، أما بشكل شخصي فهو ليس هناك فوائد له. الآن هل تؤمنين بإله واحد؟ نعم أؤمن. هل تؤمنين بإله واحد؟ نعم. هل تؤمنين أن محمدا رسول الله؟ نعم. تؤمنين. هل تريدين أن تصبحي مسلمة؟ هل تريدين نطق الشهادة بالعربية؟ أشعر بأنه ما زال هناك الكثير لأتعلمه. حسنا، حتى أنا يجب أن أتعلم، حتى أنا يجب أن أتعلم. أنا أعطي محاضرات عديدة حول العالم، لكن هناك الكثير لأتعلمه. عملية التعلم عملية مستمرة دائما. عندما تذهبين للمدرسة فإنك تحصلين على القبول للصف الأول، ثم تنتقلين للصف الثاني ثم الثالث. أنت تتعلمين بصورة مستمرة وأنا كذلك. لكن إن كنت مقتنعة بالأمرين الذين ذكرتهما سابقا، أن هناك إله واحد وأن محمد رسوله، إن كنت مقتنعة بهذين الأمرين فالأمور الأخرى ستتعلمينها مع الوقت. عندما تحصلين على القبول يجب أن تتبع اللوائح الأساسية، وعندما تتبع اللوائح الأساسية فإن الأمور الأخرى ستأتي لاحقا، لأنك إن كنت تؤمنين بهذين الأمور من بين الأربعة كما قلت سابقا، يجب أن تؤمني وتقومي بالأعمال الصالحة، وكل ذلك من الممكن أن يأتي لاحقا. أما الأولوية فهي أن تؤمني بإله واحد وأن محمدا رسوله، ثم شيئا فشيء تبدأين بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. لكن إن كنت لا تؤمنين بالله فصلاتك ستبدو كالتمارين الرياضية. أتعرفين؟ ما الذي سأستفيده أنا؟ أننا سنلتقي في الجنة. ما الذي سأستفيده إن نطقتي بالشهادة؟ ما سأستفيده هو أن الله سيكافئني ويكافئك أيضا. ستسألين ماذا سيستفيد دكتور ذاكر نايك عندما أنطق الشهادة؟ ما سأستفيده هو أن الله أخبرني بأن أحد متطلبات دخول الجنة هو دعوة الناس إلى الحق. لذا عندما أوصيك بالحق فإن فرصة دخولي للجنة تكون أفضل، أو مرتبتي في الجنة قد تعلو. أتفهمين؟ لأن أحد متطلبات دخول الجنة هو التواصي بالحق. كلما دعوت أناسا أكثر للحق أحصل على المزيد من المراتب، ودرجتي في الجنة ستعلو. ربما أنتقل من 70% إلى 80، أو من 80 إلى 85، أو إلى 90. إذن هل تريدين النطق بالشهادة؟ القرآن يقول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. أعينهم تفيض من الدمع. عندما يأتي الحق فإن الإنسان يغمره شعور بالسعادة. هل تودين قولها بالعربية أختي؟ أنا
تودين قولها بالعربية؟ نعم. رجاء لا توجه الكاميرا إلى وجهي. أشهد الله الله إله إلا الله إلا الله وأشهد أشهد أن محمدا عبده ورسوله. I bear witness that there is no God but Allah and Prophet Muhammad is the messenger and servant of Allah. ما شاء الله أختي، أنت مسلمة الآن. هذه دموع السعادة. عندما ينطق أي أحد الشهادة يكون لدي بعض الحكم حول مدى التزامه، كيف سيكون التزامه وتعلمه؟ نحاول أن يعلن الناس إسلامهم بقدر المستطاع، لكن الله يمنحنا فكرة عما سيكون. هذا الشخص، هذه الأخت ستلتزم أكثر، أما هذه الأخت ليست ملتزمة جدا لكن ربما تلتزم. أسأل الله أن يهديك أختي ويدخلك الجنة، ولعلك ترشدين عائلتك واليابانيين الآخرين للإسلام إن شاء الله. وأطلب من الأخوات المسلمات أن يلبين طلباتها واحتياجاتها عندما تلجأ إليهم. جزاك الله خيرا أختي. أنا تاتسويا ساكاكي، موظف في شركة. عذرا، سؤالي ليس له علاقة مباشرة بالقضايا الدينية، إنما يتعلق بالأساس بالقضايا السياسية. أود أن أسألك كيف يحاول المسلمون إقامة دولتهم؟ الأخ يسأل كيف يحاول المسلمون إقامة دولتهم؟ نحن نريد اتباع أوامر الله سبحانه وتعالى. إن كنا نستطيع تطبيق أوامر الله حيث نقيم، هذا هو دستور المسلمين. إن كنا نستطيع تطبيقه في أي دولة، إن كنا نستطيع تطبيق أوامر الله المذكورة في القرآن والسنة، فحينها تكون الدولة إسلامية. إذا اتبع الجميع القوانين المذكورة في القرآن والسنة، حينها تصبح الدولة إسلامية. وأما ما نجده في الإعلام من حديث الناس حيث يقولون أنا أجاهد، أنا أقيم الدولة الإسلامية، دائما هذا غير صحيح. إذا توافق الفعل مع ما جاء في القرآن والسنة فهو صحيح. في العديد من الأحيان يتم تضليل الناس بواسطة الإعلام. هو يقول في الحقيقة، لم أنتهي من سؤالي بعد، يتكلم عن تنظيم الدولة الإسلامية أو داعش. أنا أرى أن طريقتهم خاطئة ولا تمثل الطريقة الإسلامية. مع ذلك فإن نواياهم وغايتهم من إنشاء مثل هذه الدولة ليست خاطئة بالنسبة لي، لأنهم كانوا تحت الضغوط وتحت الاضطهاد. إذا افترضنا أنهم أقاموا دولتهم طبقا للقرآن وللسنة، أليس من المفترض على المسلمين وغير المسلمين أن يعجبوا بأفعالهم؟ الأخ يقول أن ما نراه من داعش أنهم لا يتبعون القرآن والسنة، ربما لأنهم مضطهدين، ولكنهم إن اتبعوا القرآن والسنة فهم على حق. أقول لك، أي شخص يتبع القرآن والسنة بدون أخطاء فهو على الطريق الصحيح، لكن نحن لا نعلم مدى صحة ما نراه في وسائل الإعلام. أنا لا أثق بالإعلام، لكن إن كانت المعلومات التي حصلنا عليها صحيحة فإن أي مسلم يقتل أي إنسان بريء فهذا محرم تماما في الإسلام. القرآن يقول في سورة المائدة السورة الخامسة أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. لا نعلم مدى صحة هذه الأخبار، لكن إن كانوا يقتلون الأبرياء فهذه ليست دولة إسلامية، لأن الله تعالى حرم على المسلمين قتل الأبرياء تماما. هل تفهم؟ نعم، شكرا لك.
تشانتيا يامادا من طوكيو، هي موظفة في شركة. شكرا لك، فالمحاضرة كانت سهلة الفهم، فشكرا لك. يسرني ذلك. تقول بأنها استمتعت كثيرا بشرحك حول الأنبياء، وأن الله تعالى أرسل حوالي 125 ألف نبي ورسول، منهم 25 رسول مذكور بالاسم في القرآن الكريم. هؤلاء الأنبياء والرسل عملوا بجد ليرتقوا بالبشرية منذ آلاف السنين. بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم صرنا نواجه العديد من التحديات في العالم اليوم، كالأسلحة النووية وغيرها مما يجعل الجنس البشري في خطر. سؤالي هو، ما الذي ينوي الرب فعله بالبشرية؟ الأخت سألت سؤالا جيدا جدا. أن الله تعالى أرسل العديد من الرسل، 125 ألف رسول، وآخرهم كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي 1400 عام الأخيرة حدثت العديد من التطورات كالحروب والأسلحة النووية. ماذا يخطط الرب وماذا يريد أن يفعل؟ الله سبحانه وتعالى يعلم ماذا سيحدث في المستقبل، وكل ما يحدث قد تم التنبؤ به في الأحاديث. لو قرأت أحاديث النبي ستجدين أنه قد تنبأ بكيفية انتهاء العالم، أن الناس سيتنافسون في بناء العمارات الشاهقة. تعلمين أن أطول بناية في العالم اليوم هي برج خليفة في دبي، وثاني أطول بناية هي برج مكة، وهناك الكثير غيرها قادمة. كل هذه التنبؤات موجودة، لذلك لا حاجة لرسول جديد. فما سيحدث مذكور في القرآن وصحيح الأحاديث، بل وحتى الحلول موجودة أيضا. النبوءة تقول أن المسلمين يجب أن يكونوا على الحق، وستتكالب الأمم عليهم، جميع الأمم، ونحن نعلم ذلك. هذه التنبؤات قد أعطيت، لذلك لا نحتاج لرسول جديد، وذلك لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، وكل الإرشادات التي تحتاجها البشرية مذكورة مسبقا في القرآن. ما علينا فعله هو اتباع القرآن الكريم فقط، بغض النظر عما يحدث في العالم من الأمور الجيدة أو حتى الشنيعة. يجب علينا اتباع القرآن، فنحن في اختبار. الله لن يسألنا لماذا يقتل الآخرين، الله سيسألنا: أنت هل قتلت؟ لا. هل حاولت إيقافهم؟ نعم. يجب علينا اتباع تعاليم القرآن وصحيح الأحاديث لاجتياز الاختبار. أختي، هل قرأت عن الإسلام؟ أختي، هل قرأت عن الإسلام؟ هل سمعت من أصدقائك أي شيء عن الإسلام؟ القليل فقط. هل أعجبك ما سمعتي؟ هل تتفقين مع أي شيء سمعتيه عن الإسلام؟ نعم. هل تؤمنين بإله واحد؟ نعم، أؤمن بإله واحد. أتؤمنين؟ نعم. هل تؤمنين أن محمداً رسول الله؟ نعم، أؤمن. أتؤمنين؟ نعم. أختي، هذان هما الأمران الأساسيان ليدخل أي شخص الإسلام. هذان هما الأمران الأساسيان ليصبح أي شخص مسلم. أساساً أنا أؤمن بهذين الأمرين. إن كنت تؤمنين بهذا يعني أنك مسلمة. نعم، أنا مسلمة. هي مسلمة. لحظة، هل تريدي أن تدخلي الإسلام أم أنها؟ هي تؤمن بهذين الأمرين لكنها لم تنطق الشهادة بعد. هل تودين نطق الشهادة؟ سأفكر في ذلك. إن كانت تؤمن بهذين الأمرين لعدة سنوات، إن كنت تؤمنين بإله واحد وأن محمد نبيه، فيجب أن تقري بذلك وأن تتقدمي. أؤمن بأن هذه القضية هي أمر بيني وبين ربي. إن أقررت بالإسلام ففرص التقدم ستصبح أكبر، وإلا ستبقين حيث أنت. أما إن أقررت ففرص التقدم ستزيد وستصبحين ملتزمة أكثر إن شاء الله. لكن يجب أولا أن تقري بذلك وتنطقي الشهادة، فهي مهمة. أؤمن بأن الله هو من سيحكم علي. بالتأكيد، طبعا، أسأل الله أن يهديك. سؤالي هو، هل اقتنعت بإله واحد وأن محمد رسولا؟ نعم. إن كنت تؤمنين بهذين الأمرين فأنت بالفعل مسلمة أختي. على الأقل إن آمنت بهذين الأمرين فأنت بالفعل مسلمة. لا يجب أن تعلني الشهادة، فهذا الأمر بينك وبين الله. لكن عادة عندما تنطقيها سيسهل ذلك عليك الالتزام. هل تودين قولها بالعربية؟
نعم. Yes. تكبير. أشهد أشهد الله الله إله إله إلا الله إن الله وأشهد وأشهد أن الله محمدا محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله. أسأل الله أن يدخلك الجنة وأن يهدي بك اليابانيين الآخرين للإسلام، وأطلب من المتطوعين أن يأخذوا اسمها ورقم هاتفها ليساعدوها إن واجهت أي صعوبات إن شاء الله. تقول بأنها ليست مسلمة، هي ترتدي الحجاب لتظهر احترامها للمحاضرة فقط رغم أنها غير مسلمة. تفضلي بطرح سؤالك أختي. السؤال هو أنها لم ترى أي عالمة مسلمة على شاشات التلفاز أو غيرها من الميديا، فهل يوجد داعية مسلمة؟ الأخت تسأل بأنها لم ترى أي مسلمة على المنصة. نعم نعم، الأخت لم ترى أي مسلمة تلقي محاضرة أمام الجمهور. عندما تلقي أي امرأة محاضرة فإنه يفضل أن يكون الحضور من النساء فقط، كزوجتي فهي تلقي محاضرات في أماكن مختلفة حول العالم، ولكن عندما تلقي المحاضرات فإن الحضور من النساء فقط. أختي، نحن في الإسلام نؤمن بالاحتشام، فكما ترين هنا فإن رجال ونساء يجلسون منفصلين تماما عن بعضهم البعض، لذلك عندما تلقي المرأة محاضرة فمن الأفضل أن يكون الحضور هم من النساء فقط. عندما أزور اليابان في المرة القادمة سأجعل زوجتي تلقي محاضرة للنساء إن شاء الله. أختي، هل قرأت عن الإسلام؟ نعم نعم. هل تؤمنين بإله واحد؟ نعم أؤمن. هل تؤمنين أن محمدا رسول الله؟ نعم نعم. ما شاء الله، أنت مسبقا ارتديت الحجاب أختاه. هل تودين قولها بالعربية؟ هي تقول أنها ليست واثقة كفاية بأنها عندما تنطق الشهادة وتصبح مسلمة ألا يطرأ عليها بعض الأسئلة بعد أن تكون قد أصبحت مسلمة في المستقبل، فقد يكون من بعض تلك الأسئلة أسئلة لا تجد الإجابة عنها، وقد تعاني من عدم فهمها لبعض الأمور وما إلى ذلك. أختي، التساؤلات تطرأ علي أنا كذلك. القرآن يقول في سورة الأنبياء السورة 21 الآية 7 وسورة النحل السورة 16 فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعندما تطرأ التساؤلات على ذهنك يجب أن تسألي المختصين بالأمر، كمثال عندما تكونين مريضة فإنك تذهبين للطبيب، فإذا كان لديك أي سؤال حول الإسلام يجب أن تسألي شخصا متخصصا في الإسلام. أختي، يجب أن تكوني واثقة من أمرين، إذا كنت واثقة بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فالأشياء الأخرى أقل أهمية، هذين الأمرين هما الأشد أهمية. فإن كنت واثقة 100% بأن لا مستحق للعبادة سوى الله الواحد وأن محمدا رسول الله، هذه هي أساسيات الدخول في الإسلام. أما الأمور الأخرى كالصلاة والزكاة فستأتي شيئا فشيء. هل أنت واثقة بوجود إله واحد فقط؟ تقول نعم أؤمن بهذين الأمرين، ولكن لحم الخنزير لذيذ. عذرا، قالت لحم الخنزير لذيذ. تقولين أن لحم الخنزير لذيذ. عندما تصبحي مسلمة لا يلزمك الاتباع 100% فورا. إن قلت لك يمكنك أن تصبحي مسلمة وتتناولي لحم الخنزير فهل ستسلمين؟ قالت نعم سأسلم. تناول لحم الخنزير وتجنب الشرك أفضل من تناول لحم الخنزير والبقاء على الشرك. هل تشربين الخمر؟ هل يمكنها تركه؟ الخمر ولحم الخنزير أيهما تحب أكثر؟ رغم أنني أحب الخمر ولكنني لا أحب المر منه بل الحلو. هذا يعني أنك تفضلين لحم الخنزير على الخمر. نصيحتي هي أن تتوقفي أولا عن شرب الخمر. الخمر ذنب أكبر، فهو الذنب التاسع عشر من الذنوب الكبيرة.
تناول لحم الخنزير ذنب بسيط مقارنة بشرب الخمر. أكبر ذنب هو الشرك وعدم الإيمان بالله. على الأقل كوني مؤمنة بالله ولا تشرب الخمر، فهو الكبيرة 19. أما تناول لحم الخنزير فهو في مرتبة أدنى، حتى أن بعض الفقهاء لا يصنفه من كبائر الذنوب. فنصيحتي لك هي أن تتوقفي عن شرب الخمر وتؤمني بالله وبنبيه محمد وأن تنطقي الشهادة. أما لحم الخنزير فيمكنك أن تتوقفي عنه لاحقا. أنا أحب الكلاب. ماذا؟ الكلاب. أختي، ما عليك فهمه هو ما يجب أن تفهميه أختي. العديد من الناس سيصدمون. ما الذي يقوله دكتور ذاكر نايك؟ يقول لغير المسلمة أنها يمكن أن تتناول لحم الخنزير. هذه قاعدة فقهية. الأكثر مفسدة أولى بالضر من الأقل مفسدة. الأقل مفسدة هو أن أقول لك نعم استمري بتناول لحم الخنزير، رغم أن تناول لحم الخنزير حرام، لكن أقول ذلك لضرء ذنب أكبر وهو الشرك. أنا أستخدم الفقه وأقول لك لا بأس تناولي لحم الخنزير، فربما يهديك الله بعد عدة أيام أو أسابيع أو أشهر، لكن على الأقل توقفي عن الشرك وآمني بالله ورسوله وتوقفي عن شرب الخمر. أما مسألة لحم الخنزير والكلاب فتأتي لاحقا. أختي، إن لم تؤمني بالله ورسوله لا يمكنك دخول الجنة. أما إن كنت تؤمنين بالله ورسوله وتتناولين لحم الخنزير فما تزال لديك فرصة عالية لدخول الجنة، وأنا أهتم بمصلحتك وأريدك أن تدخلي الجنة، وهذا هو سبب قولي أنه يمكنك تناول لحم الخنزير وقد يهديك الله بعد عدة أسابيع أو أشهر وتتوقفين عن تناوله. أما الآن على الأقل آمني بالله ورسوله وادخلي الإسلام، وشيئا فشيء يمكنك الالتزام بتعاليم الإسلام. أختي، ارتداء الحجاب أهم بكثير، وأنت ترتدين الحجاب ما شاء الله. العديد من الفتيات ينطقن الشهادة وهن لا يرتدين الحجاب. لحم الخنزير مسألة ثانوية، أما الحجاب فهو أهم بكثير. ما شاء الله، أعتقد أنك ستكونين مسلمة ملتزمة إن شاء الله. أقوم بأفضل ما لدي لأني لا أرغب بإفساد جو المحاضرة. الحفاظ على ارتداء الحجاب يعني أن قلبك جيد جدا، وهذا ما يجعلني سعيدا. أعلم أنه من الصعب على المرأة لبس الحجاب، وتصرفك هذا أعجبني كثيرا. هذا يعني أنك إن قبلت الإسلام فإنك ستلتزمين به إن شاء الله، هذا ما أعتقده. هذه دموع الفرح أختي. هل تودين نطق الشهادة؟ ما شاء الله، هذا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. سأقولها بالعربية ويمكنك ترديدها خلفي. أشهد. May I ask you a question? Sure. どうぞ。イルカとクマは食べても大丈夫ですか？え、もう一度。イルカとかクマとか。イルカとクマ。普通食べますか？ちょっと食べてみたいんです。She's asking.Could I be able to eat dolphin and bears? Dolphin. Yes, I have a curiosity to have dolphin, no problem. Day. Dolphin, no problem. 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 Dolphin, no problem.أشهد الله الله إله إله إلا الله إلا الله وأشهد أشهد أن الله محمدا محمد عبده 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 ورسوله ورسوله ورسوله. If you can say in Japanese, I bear witness. 私は証言します。私は証言します。アッラーの他に神はないということを。アッラーの他に神はないということを。そして私は証言します。そして私は証言します。ムハンマド様が。ムハンマド様が。アッラーの使徒であり。アッラーの使徒であり。しもべであるということ。しもべであるということ。タクビール。タクビール。ラーハッバー。タクビール。ラーハッバー。はい。أسأل الله أن يهديك ويدخلك الجنة وأن يجعلك تلتزمين بالإسلام قدر المستطاع ويجعلك عونا لدعوة اليابانيين الآخرين للإسلام. تطلب منك أن تسميها.
تطلب منك أن تسميها اسماً إسلامياً. اسم إسلامي أختي، يمكنك أن تطلقي على نفسك اسم عائشة. ما شاء الله، من بين كل الناس الذين نطقوا الشهادة أراك أنت تريدين اسماً إسلامي أيضاً، وهذا عون من الله تعالى. أسأل الله أن يجزيك خيراً، ويمكنك الاحتفاظ باسم عائشة وهو اسم زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عائشة، شكراً لك. شكراً على هذه المحاضرة الواضحة المحكمة. اسمي جنات صديق وأنا مسلمة. دخلت الإسلام في عام 2005 بعد زواجي من رجل بنغالي. لدي ابنة عمرها 8 سنوات واسمها خديجة. ما شاء الله. وأخيرا حان وقتي لطرح السؤال. أود أن أسألك عن رأيك في هذا. رأيت عدة فيديوهات على الإنترنت حول حيوانات تنازع في الشرق الأوسط خصوصا. حلال مزيف، أقصد عندما يكون من المفترض ذبح الحيوانات طبقا للمذكور في القرآن، لكنهم لا يفعلون ذلك، هم يصعقون الحيوانات بالكهرباء. رأيت خرافا تعاني عند موتها. ولماذا أصبح هذا، لن أقول مسموح، ولكن لماذا أصبح شائعا جدا هذه الأيام؟ رأيت كذلك صورا لحيوانات تتصارع، ماعزان يتصارعان، ثم يقوم المسلمون المحليون بأكلهما. لماذا يفعلون ذلك؟ أود أن أسمع رأيك حول هذا. الأخت طرحت سؤالين. هي شاهدت فيديو عن طرق غريبة لقتل الحيوانات، فلماذا مثل هذه الأفعال؟ أختي، إن لم تكن الذبيحة طبقا لقواعد القرآن والسنة فمن المحرم تناولها. لماذا يفعلون ذلك؟ لأن تجارة الحلال أصبحت تجارة جيدة، وفي اليابان أيضا العديد من الناس يريدون تجارة الحلال. بعض الناس يقومون بذلك لأغراض تجارية، ومنهم غير المسلمين. نحن كمسلمين يجب علينا التحقق من كونها تستوفي شروط القرآن والسنة، وحينها لن تكون هناك مشكلة. أما إن كانت لا تستوفي شروط القرآن والسنة من أجل الربح السريع فهي غير مسموحة، ويجب علينا أن نثبتها. فيما يتعلق بصراع الحيوانات سنويا خلال عيد الأضحى، في العادة ما يكون لدى الأطفال ماعز ويدفعونهم لصراع بعضهم البعض. لا يتم التشجيع على ذلك، فصراع الماعز خاطئ، ولكن بعض الأطفال يفعلونها. علينا ألا نشجع الحيوانات على صرع بعضها بعض، لكن بعض الناس يقومون بذلك بسبب الجهل، وعلينا أن نرشدهم. في الإسلام يجب أن تكون الذبيحة مستوفية لشروط القرآن والسنة. أتمنى أن يجيب ذلك على سؤالك. شكرا. اسمي جعفر سوسا. الهند مشهورة بنهر الغانغ، فما هي مكانته في الإسلام؟ الأخ يسأل ويقول بأن الهند مشهورة بنهر الغانغ، فما هي مكانته في الإسلام؟ في الإسلام هو مجرد نهر. الله تعالى ينزل المطر من السماء ويسيل إلى مجرى الأنهار. في الهندوسية معروف بأنه النهر المقدس. أما في الإسلام فنحن لا نؤمن سوى بماء زمزم الذي بمكة، نؤمن بأنه ماء مبارك. أما نهر الغانغ فهو مجرد نهر كأي نهر آخر. أتمنى أن أكون قد أجبت على سؤالك. أنا إيمان، ربة منزل، وقد دخلت الإسلام. كنت حقا ضد الإسلام قبل ذلك، ولكن الحمد لله دخلت هذا الطريق الصحيح بعد مشاهدتي لمحاضراتك على الإنترنت. في إحدى محاضراتك السابقة وضحت الحكمة من خلق المعاقين، وربما يكون ذلك اختبارا لأبويهم أو لأنفسهم في هذا العالم. لكن كيف يمكننا أن نفكر بخصوص هؤلاء الذين يولدون ويمتلكون صفات الجنسين معا؟ لأن الله يخلق خلقه بأحسن تقويم ويتحدد تحديدا قطعي هل هذا ذكر أم أنثى.
هؤلاء الناس ليسوا دائما يمتلكون القدرة الكافية للحصول على عملية جراحية أو غيرها من التدخلات، فكيف يمكننا أن نفكر في هذه الظاهرة ببعض من الاحترام؟ الأخت تقول بأنها سمعت محاضراتي واعتنقت الإسلام، وقد سمعت أنه عندما يولد الأطفال بإعاقات فإن ذلك اختبار، وهي تسأل ماذا عن هؤلاء الذين يولدون وهم يمتلكون كلا الأعضاء التناسلية، يكون الطفل ولد وفتاة في نفس الوقت. أختي، طبقا لمعلوماتي فإن الغالبية إن لم يكن الجميع ممن يكونون بهذه الحالة فإنه قد تم التلاعب بهم ولم يولدوا بهذه الطريقة. بعد أن يولدوا تجرى عليهم عمليات معينة أو يقومون بإجراءات أخرى تحولهم إلى هذه الحالة. إنهم لا يكونون ولاديا ذكورا وإناثا معا، إنما يحدث بعد الولادة، حيث في بعض المجتمعات أو المجموعات يقومون بإجراء عملية للطفل بعد الولادة وبالتالي يحولوه إلى ذكر وأنثى. فهنا ليس الله هو الملام، بل اللوم يقع على الإنسان ذاته. نعم، بعض الناس يكون لديهم هذا الأمر بعد الولادة ويغير المجتمع تفكيرهم، لكن البعض يولد بهذه الصفات ولاديا، لذا أنا مشوشة بخصوص هذا الأمر. طبقا لمعلوماتي فإن الأغلب إن لم يكن الكل يحدث لهم ذلك بعد الولادة، أما ولاديا فلا يولد أحدهم بكلا الجنسين. أختي، إنما يحدث ذلك بعد الولادة. أتمنى أن يجيب ذلك على سؤالك. نعم أخي، آخر سؤال قبل أن ننهي الجلسة. اسمي مالك حبيب الرحمن، أنا رئيس المحلفين في مؤتمر المسلمين العالمي في طوكيو، مؤتمر الإسلام. في الحقيقة سؤالي متعلق بسؤال طرحه أحد الإخوة عليك. لقد سألك عن الدولة الإسلامية، الآن هي مشكلة كبيرة باسم داعش. داعش المشابهة لطالبان والمشابهة لتنظيم القاعدة، هل يمكنني أن أعرف ما هي المشكلة الحقيقية وما هو الترابط الموجود كونها تدعي أنها تقاتل من أجل دولة إسلامية والمشابهة لما تدعيه طالبان والقاعدة؟ أخي، هذا السؤال تم طرحه مسبقا وأجبت عليه وسأعيد نفس الإجابة رغم أنك سمعت السؤال، ولكن تسأله مرة أخرى. أخبرتكم أن أي شخص يدعي أنه يقيم دولة إسلامية فإن كان يتبع القرآن والسنة فهو على الجانب الصحيح، أما العكس فهو خاطئ. إذا قتل أحد ما شخص بريء فإن هذا ضد القرآن، وهذا يعني أنه ليس دولة إسلامية. أريد أن أعرف رأيكم بخصوص حقوق الشواذ جنسيا والمثليين، وشكرا. الأخ يسألني عن رأيي في حقوق الشواذ جنسيا والمثليين. في الإسلام لا يوجد مفهوم الشواذ والمثليين. إن أراد أحدهم أن يكون هكذا فهذا انحراف. كل هذا الذي تجده يحدث لأنهم لا يتبعون قوانين الله عز وجل. على سبيل المثال، نحن نؤمن بالفصل بين الجنسين. في العالم الغربي طبقا لإحصائيات الولايات المتحدة فإن أي شخص يكون له 8 شركاء جنسيين مختلفين قبل الزواج، لذا فعندما تكسر القوانين وتبدأ بفعل الزنا والعهر فإن الذي يحدث أنك تمل منها، لذا فإنك سوف تبحث عن المزيد مما يجعلك تجرب الجنس مع الذكور، فلا أحد يولد كشاذ جنسيا. هناك نظرية تقول إن الشذوذ الجنسي هو أمر وراثي. لاحقاً تم اكتشاف أن مؤلف هذه النظرية كان شاذاً جنسياً، لذا فإنه لا يوجد ما يسمى أن الشخص شاذ بالولادة، تلك نظرية فقط، لذا فإنه عندما تكسر قوانين الله لا تطبق غض البصر، لا تتبع القوانين ولا تتبع مسألة الفصل بين الجنسين، لذا فإنك تمل من فعل الأمور المحرمة، لذا تبدأ بالبحث عن أمور جديدة مثل ممارسة الجنس مع الحيوانات حتى. ومن الطبيعي أن نتيجة لذلك سنحصل على شواذ جنسيا. كل هذه انحرافات، وكلما استمريت بالانحراف ستبدأ بالبحث عن شيء جديد. ولذا فإن علماء النفس يقولون أن الشخص الذي ليس له علاقة خارج الزوجية فإنه يتمتع بحياته الزوجية أكثر من غيره،
في الإسلام يمكننا فقط أن نفعل ذلك مع الزوجة، زوجة قانونية وزوج قانوني شرعي. فعندما تكسر هذا القانون وتحصل على شريكة أو فقط تتمتعون معا، فبمجرد أنك تبدأ بالحصول على هذه الأشياء فإنك تكسر قوانين الله وتبدأ بالانحراف. في الإسلام ذلك لا يوجد، وهذا غير طبيعي. أتمنى أن أكون قد أجبت على سؤالك.